السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. معكم ميسو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة هتلاقي في وصف هذا الفيديو لينك لقائمة تشغيل فيديوهات أولى ثانوي الترم الثاني، ممكن تخش عليها وتشوف أي فيديو أنت عايزه. ولو انتوا يا شباب بتعجبكم الفيديوهات اللي انا بعملها وحاسس ان انا بتعب عشانك، يا ريت ما تبخلش ان انت تحط لايك للفيديو وتشير لكل اصحابك عشان الكل يستفيد، فتدل على الخير كفاعله. النهارده يا شباب ميعادنا مع شرح قواعد الدرس الاول من الوحده الرابعه، تمام يا شباب؟ ان شاء الله تستمتعوا كثيرا بشرح القواعد ديت، وهتفهموها كمان بطريقه جميله جدا، تمام؟ وان شاء الله قبل ما نخش كده هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه يا شباب في درس بتاع النهارده اللي هو بيتكلم عن وصف الاشخاص، طبعا اول حاجه بالنسبه لي هي نعرف كلمات الداله على اجزاء الجسم زي ما احنا قلناها في الفيديو اللي فات بتاع كلمات الدرس، وهسيب لك اللينك بتاعه في وصف هذا الفيديو. لازم تبقى عارف اسماء اجزاء الجسم. طيب بعد ما اعرف اجزاء الجسم عندي حاجه اسمها الضمير اون. الضمير اون، الضمير اون ده بيستخدم في ايه ومعناه ايه والفعل اللي بيجي يتصرف معاه ازاي، ده اللي احنا هنقوله حالا. عندي حاجه اسمها الضمير اون، تمام؟ الضمير اون ده يا شباب له معنى وله قاعده. يعني ايه له معنى وله قاعده؟ المعنى بتاعه ممكن يجي لي بكذا معنى، يعني ممكن يجي لي بمعنى المرء او الناس، تمام؟ المرء او الناس او معنى نحن، تمام؟ ممكن يجي لي باي معنى من الثلاثه حسب سياق الجمله اللي عندي. طيب ده بالنسبه للمعنى. طيب التصريف بقى، الفعل هو معناه نحن، بس الفعل هيجي معاه متصرف ازاي؟ هيجي متصرف مع النو ولا مع ايه بالظبط؟ لا، الضمير قلنا ده بيساوي تصريف ال بالظبط، بيساوي تصريف ال. يعني انا لو عايز اجيب فعل مع الضمير اون ده اهو هجيبه كانه متصرف مع الايل بالظبط وترجمها ان هي معناها نحن. ازاي؟ انا عامل لك مثالين هما فوق. اون ايكوت افيك لي زوغي، يعني نحن نسمع بالاذنين. طبعا هنا الضمير اون عندك اهو، تمام؟ جاي وبعده الفعل متصرف كانه متصرف مع الايل، فيرب ايكوتي، فيرب ايكوتي ده فعل مجموعه اولى تصريفه مع ال، بنشيل الار ونسيبه زي ما هو الايكوت، تمام؟ هتلاحظ نفس التصريف بتاع اون ايكوت افيك لزوغي، نحن نسمع بواسطه الاذنين، نحن نسمع بالاذنين. مثال ثاني اون مارش سير ليبيي، نحن نمشي على الاقدام. خلي بالك انا ترجمته قلت ايه؟ نحن او الناس تمشي على الاقدام، تمام؟ يبقى هنا اون الفعل جاي برضه معاه متصرف كأنه متصرف مع ال، لكن المعنى بتاعه بيديني احد المعاني الثلاثه اللي انا قلتها، تمام يا شباب؟ هناخد دلوقتي بقى استخدامات اعضاء الجسم مع الحاجات اللي احنا بنعملها بيها وبعد كده. اجزاء الجسم يا شباب، لي بارتي دو كور، يعني اجزاء الجسم. جايب لنا صوره طفل كده ومشاور لي على كل جزء من اجزاء جسمه وكاتب لي المعنى بتاعه. لا تيت يعني الراس، لبول الكتف، لبرا الذراع، لاما اليد، لو جينو الركبه، لا جامب الساق، لو بي القدم، لي دوا الاصابع، لو فونتر البطن، لو كود الكوع، زي ما احنا خدناهم في الفيديو بتاع الكلمات، وهتلاقوا الوصف بتاعه في اللينك بتاعه في وصف هذا الفيديو. لو كو الرقبه، وهنا اللاتيت بقى جايب لي اجزاء الراس نفسها، بيقول لي لي شيفو اللي هو الشعر، لي اللي هي العين الواحده، وليزيو العينين مع بعض، لوني الانف، لي دون الاسنان، لو فرون الجبهه، لوغي اللي هي الاذن، لاجو اللي هو الخد، لابوش اللي هو الفم، لا لونج اللسان. بعد كده بيقول لي كل جزء من اجزاء الجسم له استخدام معين. يعني ايه يا شباب؟ بيقول لي اون ايكوت افيك ليزوغي، نحن نسمع بالاذنين. اون سون افيك لوني، نحن نشم بالانف. اون جوت افيك لي لونج، نحن نتذوق باللسان. اون فوا، نحن نرى، افيك لي زيو بالعينين. اون مونج، نحن ناكل، افيك لا بوش بالفم. اون اكري افيك لا مان دروات، نحن نكتب باليد اليمنى.
ولا ما جوش او باليد اليسرى. تمام يا شباب. بيقول لي ملحوظه، يصرف الفعل مع ضمير النكر اون بمعنى المرء ومثل تصريفه مع الضمير ال زي ما احنا قلنا من دقيقتين. طب تعال نحل السؤال اللي جاي ده يا شباب. بيقول لي جيكوت افيك مي، انا اسمع بايه يا شباب؟ بالاذنين. جيكري افيك لا نوت دروات، بكتب باليد اليمنى. اون جو او فوتبول افيك، بنلعب كره قدم بالقدمين. لو ميديسان دي نوت سي لو دنتيست، لو ميديسان دي دون يعني طبيب الاسنان اسمه ايه؟ دونتيست. اليتي ميد هي خجوله، الا لي نوات روج هي لديها ايه؟ حمراء. تمام. لما يكون الواحد خجول كده بيبقى ايه؟ بيقول لك خدوده حمراء، يبقى لجو روج. رقم ستة يا شباب، كون جي فرواد، عندما اكون بردان جي لي نوات بلو، انا عندي الايه؟ زرقاء. لما يكون الواحد في برد شديد يا شباب بيبقى صابعه تبقى زرقاء كده، يبقى لدواء. كوندون مونج ترو دي شوكولا، عندما نحن ناكل كثيرا من الشوكولاته، ونعمل اون فونتر، عندنا الم في البطن. شباب تاني حاجه عندي يا شباب في الدرس دوت، هو ازاي انا اعبر عن الالم الجسدي، اكسبريمي لا دولير، التعبير عن الالم الجسدي، زي اقول ان رجلي بتوجعني، بطني بتوجعني، ايدي بتوجعني، وهكذا. عندي كذا طريقه. تمام. زي ما انا كاتب كده على السبوره كلمه اي، كلمه واي، كلمه اولالا، الثلاثه دول بيجي بعدهم الجزء اللي بيوجعني. زي ما انا اقول لك مثلا رجلي بتوجعني، ايدي بتوجعني، راسي بتوجعني، نفس الفكره عند الفرنسيين، الثلاث تعبيرات دول زي ما احنا بنقول كده بالمصري بتاعنا، رجلي بتوجعني، بطني بتوجعني، وهكذا. بنقول التعبير ده هم تقابلهم، يعني ممكن اقول اي كلمه من دول، اي مثلا ما جام ساقي، اي ما تت راسي، اولا لا ما مثلا بي ما ايه تاني مون بيه قدمي. تمام. اي جزء من اجزاء الجسم وقبله اي كلمه من الثلاثه دول. الطريقه بقى الرابعه، وهي الطريقه الاهم بالنسبه لي دلوقتي لان عليها شغل. تمام. هي افوار مال مصطلح اسمه ايه يا شباب؟ افوار مال عندي فيرب افوار، ده بيتصرف حسب الفاعل اللي عندي، وبعدها كلمه مال، وبعدها والقاضي بتتغير حسب الكلام اللي جاي بعدها. ازاي يا باشا؟ تعالى مثلا نقول كده، لو انا عايز اقول انا عندي الم في راسي، هقول جي جي، صرفت افوار اهو مع الجي، جي مال وبعدين الراس. الراس ديت كلمه مذكر ولا مؤنث؟ كلمه مؤنث. لو عايز تراجع ازاي نعرفك المذكر من المؤنث في اجزاء الجسم، هتلاقيها في درس الكلمات، بص عليها هعرفها لك عرفتها لك بطريقه بسيطه جدا. طيب انا عندي الم في الراس، طيب كلمه الراس ديت مؤنث، الاض هي لما بيجي بعدها كلمه مذكر بتبقى ايو، لما بيجي بعدها كلمه مؤنث بتبقى الا، لما بيجي بعدها كلمه مفرد بتبدا بحرف متحرك تبقى الا بصرف، كلمه جامعه بتبدا او اكس. تمام يا شباب، ديت ملحوظة مهمة. طب ندي أمثلة عشان الناس تفهم على طول. أول مثال عندي أهو، جي أنا عندي مال أو، عندي ألم في بطني أو فونتر، البطن، البطن مذكر، يبقى عندي ألم في بطني. تلاحظ هنا أفوار اتصرف أهو، وهنا فونتر مذكر، خدنا أيو عشان الأ بتتحول إلى أيو في حالة المذكر. طيب مثال تاني، تو انت لديك مال مثلا لا تت، انت عندك الم في راسك. تمام. هنا فيرب افوار اتصرف مع التو بقى و لا جت مع تت عشان مؤنث. تمام. مثال ثالث، ال هو لديه، فيرب افوار متصرف مع ال، الى مال مثلا الي بول، هو عنده ألم في كتفه، البول يعني كتف، وكلمة بتبدأ بحرف متحرك تاخد ال أبوستروف. تمام يا شباب. ندي مثال أخير، عندي مثال رابع مثلا، ال أ مال أوبي أو أوزيو، هو عنده ألم في عينيه، ال أ مال أوزيو، إن عنده ألم في عينيه،
باختصار تبقى انت مركز على تصريف فيرب افوار وتحط بعده مال والآتس تغير حسب الكلمة اللي جاية بعدها سواء مذكر أو مؤنث مفرد أو جمع. بس كده يا شباب تعالى بقى نحل شوية تمارين. بعد كده يا شباب التمرين اللي قدامي دوت على المصطلح افوار مال أ. هنا بيقول لي جي مال نقط دو. أنا كل اللي أنا بعمله ببص على الجزء اللي من أجزاء الجسم اللي بعد النقط وبحط له الأداة المناسبة له مع فيرب افوار مال أ. يعني هنا دو مع اي مال يعني لديه ألم، افوار مال ا والدو دي الجامعة تبقى ا او اكس، وهنا سيلين ا مال نقط تيت عندها الم في الراس كلمه تيت مؤنث تاخد الا، وهنا روبرت نقط مال اذري روبرت عنده الم في الاذنين هنقول ايه افوار مال. طب افوار مع روبرت بيبقى ايه؟ بيبقى ا بس كده ا اللي هو فيرب افوار. فيرب افوار مع روبرت هيبقى زي الايه اللي يبقى روبرت ا مال اذري عنده الم في الاذنين. نوزافو مال اوبيي عندنا الم في القدمين عشان جمع. الى مال نوت اوغي دروا هنا العين اليمنى مفرد يبقى ال ابوستروف. ماسير اعمال نوت جينو جينو مذكر تاخد ايو. جي مال نوت ما مؤنث تاخد الا. مامير اعمال نوت ايبول عندها الم في الكتف مفرد مؤنث يبدا بمتحرك. اي نوت كو كو يعني رقبه اقول مون كو رقبتي. بيير اعمال نوت يو اوزيو عشان كلمة يو هنا جمع، وهنا فونتر مو مذكر يا شباب تاخد مون. وإلى مال نوت جنب جنب مؤنث تاخد الا. كود جوش كود ده مذكر يبقى او اي يو كود يعني الكتف الايسر. إلى مال او ني ني اللي هي الانف مذكر دوا جمع تاخد ا او اكس. تالت حاجة في الدرس ده يا شباب هو ازاي ان انا اوصف الاشخاص. خدنا قبل كده في الترم الاولاني لو تفتكر معايا ان انا اوصف الاشخاص من الناحية الشخصية له كاركتير. عايز اقول هذا انسان مثلا خجول هقول تيميد، هذا انسان اجتماعي سوسيابل، هذا انسان خدوم هقول سيرفيابل، نرفوز نرفيز وهكذا. تمام؟ ديت السمات الشخصية. طيب عايز اوصف شخص من ناحية الجسدية. يعني ايه من الناحية الجسدية وانا ايه الشخصية خلنا في الترم الاولاني وصف له كاركتير السمة الشخصية زي ما انا قلت لك دلوقتي. طيب النهاردة هناخد ايه؟ لو فيزيك. لو فيزيك يعني الوصف من الناحية الجسدية او البدنية. تمام يا شباب؟ تمام. طيب ازاي اوصف شخص من الناحيه الجسديه او البدنيه؟ عندي مجموعه من الصفات اللي بتدل على الوصف. يعني مثلا عايز اقول هذا شخص طويل قصير سمين رفيع. تمام. عايز اقول هذا شخص مفتول العضلات. تمام. اي حاجه من شعره احمر شعره يعني اي صفه انت عايزها. ازاي اقول الكلام دوت وازاي ان انا اقنس الصفه؟ الحته المهمه بقى في الجزء ده ان انا اعرف ازاي اقنس الصفة. عايز اقول مثلا هذا شخص قصير. تمام. هذه شخص انسانة قصيرة. هذا شخص طويل. هذه انسانة طويلة. اقولها ازاي؟ عندنا مثلا كلمة بوتي. بوتي دي صفة معنى قصير او صغير. جران معناها طويل او كبير. تمام. عايز اقول هو شخص طويل هقول ايه؟ جرو. طيب عايز اخليها مؤنث هحط لها او تبقى جروند، وهنا خليها المؤنث يبقى لي جروند. طيب هل الصفات دي لها قاعده في التأنيث والتذكير؟ ايوه طبعا لها قاعده. ايه هي القاعده؟ لما يكون الصفه مش اخرها او، الصفه اللي ملهاش اللي ما فيش اخرها او تمام دي بنحط لها او. يبقى بوتي تأنيثها بوتيت، جرو تأنيثها جروند. تمام. طيب الصفه بقى اللي اخرها حرف او اللي هو حرف الاي بالانجلش نسيبها زي ما هي ما بعملش فيها حاجه. مانس ورابيد عندهم مانس اخرها اي او او ورابيد اخرها اي او او اهي ما بعملش فيها حاجه. يبقى تمشي معايا الحالتين ازاي؟ ممكن ان انا اقول ال اي مانس هو رفيع، وممكن اقول ال اي مانس هي رفيعه. نفس الكلمه متكرره هي في التذكير وفي التأنيث، دام اخرها ايه ما بغيرش في اي حاجه. طيب طيب مسكلي مثلا، مسكلي ديت كلمه اخرها او اكسو. في فرق بقى، في فرق ان اللي اخرها ايه بس واللي اخرها ايه اكسو.
تمام؟ نركز شوية. مسكلي ديت اخرها او اكسو، بنعمل فيها ايه؟ بنزود لها او كمان. يبقى اللي اخرها او اكسو بنزود لها او. مسكلي يعني مفتول العضلات، تمام؟ عايز اقول شخص مفتول العضلات هقول مسكلي من غير الايه. طب واحدة مفتولة العضلات هحط لها او، تبقى مسكلي. ليه مسكلي؟ هي مفتولة العضلات. طيب عندي بقى صفات شاذة كده، عرفنا القاعدة الاساسية. القاعدة الاساسية ان الكلمة لو اخرها، لو مفيش اخرها ايه بنحط لها ايه. الكلمة لو اخرها ايه بنسيبها زي ما هي. الكلمة لو اخرها ايه اقصو بنحط لها ايه كمان. دي القاعدة الاساسية اللي انا عايزك تركز عليها. طيب الشواذ، كل قاعدة لها شواذ طبعا. عندي بقى شواذ، عندي كلمة جرو، جرو ورو. جرو ديت عايز انسها بتبقى جروس. جرو جروس مذكر ومؤنث. طب رو روس مذكر ومؤنث. دول شاذين يتحفظوا زي ما هم من غير كلام كده، شاذة قاعدة شاذة. جرو جروس رو روس. طيب عندي كلمتين كمان بيدنهم زي ما هم ما بيتغيروش، كلمة مارو وكلمة شتا. الكلمتين دول ما بيتغيروش، بيدنهم زي ما هم في المذكر وفي المؤنث. تمام يا شباب؟ بعد كده يا شباب التمرين اللي قدامي ده بيقول ايه؟ ماري ايه النقط؟ هنا طبعا هختار الصفة على اساس الموصوف اللي هو ماري. ماري دي ايه؟ مؤنث مفرد، يبقى اختار صفة مفرد مؤنث، يبقى جروند هي الوحيدة اللي مؤنث في دول. طب روبرت ايه النقط؟ روبرت ده مذكر، اختار صفة مذكر، يبقى مسكلي. مونكوبا ايه؟ صديق يكون منس. منس الاو بتاعتها من اصلها، يعني في المؤنث والمذكر اخرها او، لكن الباقي محطوط لهم او. لوسي ايه النقط؟ لوسي دي بنت، عايزين صفه مفرد مؤنث ليها، تبقى جروس. جون ايه؟ جون يكون اميزون. رقم 6 نادين ايه؟ نادين ده بنت، ايه تكون روس. سون بير ايه؟ والده يكون بلو. ما سير مونج بكو ايه نقط؟ اختي تاكل كثيرا، هي تكون هي تكون جورموند اكولا. جي انامي، انامي ده مفرد مذكر، اخذ صفه مفرد مذكر سيرفيابل. الباقي متضاف له فهو مؤنث، انما سيرفيابل الام من اصلها. خدوم. ما جراند مير ايه؟ جدتي تكون ايه؟ سيبير. سيبير بتمشي مؤنث وتمشي مذكر. الي نوت، الي جروند. ما كوبين دي كلاس يعني صديقاتي في الفصل، تكون جروس. مون فوازا ايه؟ جاري يكون سوسيابل. انري ايه؟ اقول ايه يا شباب؟ بوتي مفرد مذكر. ماسير ايه؟ اختي تكون ماسير ايه؟ كلمة شتان بتمشي مؤنث وبتمشي مذكر. الي نقط، الي بلون مفرد مذكر. ما كوزين ايه؟ بنت عمي تكون. عند كلمة مانس الاو بتاعتها من اصلها. لا مير دي مارك، ام مارك. هنا اوصف مين يا شباب؟ ام مارك. يبقى اوصف ام مارك، يبقى مفرد مؤنث، يبقى اختار صفه مفرد مؤنث تبقى باسيونت. رقم 9 ما تانت ا ان فيس يعني عمتي لديها ابن. كلمه فيس دي الاس من اصلها يعني ابن. عايزين نختار صفه مفرد مذكر سامبا. توتلا فامي، كلمه توتلا فامي ديت مفرد مؤنث يا شباب، محدش يفكر ان كلمه كل العائله دي جمع، لا، توتلا فامي مفرد مؤنث. تمام؟ فهنعملها معامله المفرد المؤنث، نختار صفه مفرد مؤنث تبقى مسكلي. من ضمن النقاط المهمه في الدرس ده يا شباب هي ازاي برضو اجمع الصفه. ازاي اجمع الصفه؟ باختصار كده، لو الصفه ما فيش اخرها اس بحط لها اس، لو اخرها اس او اكس بسيبها زي ما هي. تمام؟ وفي صفه شاذه بتدنها زي ما هي برضو اللي هي كلمه مارو. نشرح على السبوره، نشرح على السبور. عندي مثلا كلمه زي كلمه بوتي، تأنيثها ايه؟ بوتيت. طب انا بقى بتكلم دلوقتي عن الجامع، عايز اجمع كلمة بوتي. بوتي ديت مفرد مذكر، عايز اجمعها اخليها جمع مذكر، هتبقى بوتي ونحط لها الاس. طب كلمة بوتيت وهي مؤنث عايز اجمعها، هتبقى برضه بوتيت واحط لها الاس. تمام؟ الفكرة ان الكلمة اللي مفيش اخرها اس بحط لها اس في الجامع. طيب عندي كلمات بقى اخرها اس اصلا زي كلمة جرو وكلمة رو اخرها اس او اكس بدناها زي ما هي. يعني ديت مفرد مذكر عايز اخليها جامع ومذكر هتبقى جرو زي ما هي. ديت مفرد مذكر عايز اخليها جامع ومذكر هتبقى رو زي ما هي. طيب لو هم مؤنثين اعمل ايه يا ميسيو؟ احنا اتفقنا حالا ان كلمه جرو تأنيثها ايه؟ جروس. وكلمه رو تأنيثها روس. طيب عايز اجمعهم وهم جامع مؤنث وهم مؤنث كده عايز اجمعهم. عادي يا حبيبي، احنا اتفقنا ان الكلمه اللي مفيش اخرها اس بنحط لها اس. دي كده اخرها اس؟ لا، يبقى نحط لها اس.
دي كده اخرها اس؟ لا يبقى نحط لها اس. تمام يا شباب، الكلمه ما فيش اخرها اس بنحط لها اس، اللي اخرها اس او اكس ندنها زي ما هي. كلمه بقى شاذه برضو نفس الفكره، كلمه مرو لا تجمع ولا تؤنث. باختصار كده يا شباب، كلمه مرو لو شفتها في اختيارات القواعد، لو شفتها في اختيارات القواعد تبقى هي الاجابه الصح، لانها بتمشي معايا مفرد، بتمشي معايا جمع، بتمشي معايا مذكر، بتمشي معايا مؤنث، جميع الاحوال، فبالتالي هتبقى هي الاجابه الصح لو في القواعد. لكن لو في الوثيقه بقى تشوف حسب معنى الكلام اللي عندك، حسب ما يقول لك في الوثيقه. تمام يا شباب، ده بالنسبه للجمع. طيب ملحوظه برضو مهمه يا شباب، ان انا عندي كلمه شتاء، شتاء. تمام، احنا قلنا دلوقتي الصفه ديت، كلمه شتاء الصفه دي قلنا لا تؤنث، يعني هي كده مفرد مؤنث ومفرد مذكر. طب عايز اجمعها، هل هي بتتجمع؟ اه بتتجمع، بنحط لها اس. تمام، زيها زي اللي ما في، زيها زي اي صفه مش اخرها اس بحط لها اس. الكلمه الوحيده اللي هي بالنسبه لي ما تتجمعش ولا تؤنث ولا اي حاجه هي كلمه مرو. تمام يا شباب، يلا بقى نحل شويه تمارين. التمرين اللي قدامي ده يا شباب بيقول اسلام ايه احمد سو، اسلام واحمد دول جمع ومذكر، يبقى انا اختار صفه جمع ومذكر مسكلي. ميكو باسون اصدقائي يكونون جمع ومذكر برضو يبقى جرون. مارتين اي ساندرا جمع مؤنث، سون هنختار صفه جمع مؤنث يبقى برين. ميشيل اي جاك سون، ميشيل وجاك دول اتنين اولاد يبقى تيميد، تيميد الاو من اصلها وبتنفع مؤنث وتنفع مذكر يبقى نجمعها بس. منار اي مونا سون سام ديناميك، ديناميك تنفع مؤنث تنفع مذكر وهنا عايزينها جمع. ليكوباد ادم سو اصدقاء ادم يكونون ايه، عايزين صفه جمع، جمع مذكر، كلمه رو بتمشي مفرد وبتمشي جمع مذكر. رقم 7 شباب، جي ليزيو، ليزيو ديت جمع مذكر فناخد مارو بتمشي مع كله. ماري اي سوفي سون، ماري وسوفي بنتين، اختار صفه جمع مؤنث تبقى منس. منى از نوها سون عايزين جمع مؤنث تبقى جروند. لي فوازا دي مونونكل سون جيران عمي يكونون جمع مذكر يبقى بلو. إلا دي نوا جو، جو جمع مؤنث اختار صفه جمع مؤنث جروس. إلا لي شيفو، لي شيفو اللي هو الشعر، عايزين اختار صفه جمع مذكر تبقى شتاء. التمرين الثاني يا شباب، السون اختار ايه، اختار بوتي جمع مذكر، السون جمع مؤنث عايزين روس. لي سير دي نيكولا سون اخوات نيكولا يكونون، عايزين صفه جمع مؤنث تبقى جوند. لي كوزا دي نيكولا سون ولاد عم نيكولا جمع مذكر تبقى ايه يا شباب، جمع مذكر منس. لي بارو دي ليلى سون والدي ليلى يكونون جمع مذكر تبقى بلو. ليكوبا دي ساندرين سون، ليكوبا جمع مذكر تبقى برا. مون جراند بير بورت دي نوات لينيت، عايز اخد هنا صفه لكلمه لينيت يا شباب نخلي بالنا، جدي يرتدي نظاره ايه جروس جمع مؤنث، لينيت جمع مؤنث. مون كوبا ايه ان بيرسون يعني صديقي يكون شخص ايه سيبير، رائع، عشان هنا كلمه بيرسون هي مفرد مؤنث هنختار لها صفه مفرد مؤنث، مفيش اللي هي كلمه سوبر بتمشي مع المؤنث والمذكر. رقم 9 سوفي اي جاك سو، سوفي وجاك يكونون ولد وبنت يبقى جمع مذكر يبقى سامبا. جي لي شيفو انا عندي شعر ايه جمع مذكر يبقى شتاء. اخر حته مهمه في الدرس ده شباب هو ثلاث ادوات استفهام مرتبطين بالدرس نفسه، ايه هم؟ كلمه كومو يعني كيف، وكلمة او يعني اين، وكلمة كل يعني اي. نبدأ نوصل عليهم عشان نبقى عارفين. خلنا في الترم الاولاني كلمة كومو بتسأل عن السمة الشخصية، كومو اي تون امي، كيف يكون صديقك يعني وصفهولي، وصفهولي سمة شخصية. نفس الفكرة برضو هنا استخدمها لوصف البنيان الجسدي، اقول ايه كومو اي مثلا تون فرير، كيف يكون اخوك. تمام، بسألك عن السمة الشخصية أو السمة الجسدية له، الاتنين صح. طيب عايز أجاوب عليها مثلا هقول إيه، إلي هو يكون مثلا جرون، هو يكون طويل. تمام، طيب كلمة أو، أو يعني أين، أو يعني أين. تمام، بتستخدم في الدرس ده للسؤال عن مكان الألم الجسدي، الألم الجسدي صح، مكان الألم الجسدي أقول إيه، أو تو أ مال. نخدنا ان افوار مال، افوار مال معناه لديه الم. طيب اين انت لديك الم،
اوتو امل. عايز اجاوب عليها هقول جي انا عندي مال لا ما عند الم في ايدي. تمام يا شباب؟ طيب كلمه كل، كلمه كل معناها ايه؟ ما او اي، بس في الدرس انا هنستخدمها بمعنى اي، بنسال عن الجزء اللي بنستخدمه لعمل حاجه معينه. اجي اقول لك مثلا كل بارتي، بارتي طبعا كلمه مؤنث مفرد في خانه الكل، كلمه كل المؤنث المفرد، كل ديت لها حالات تانية مفرد جمع مذكر مؤنث. هناخد هنا دلوقتي اللي هي المؤنث المفرد كل بارتي اي جزء. تو اوتيليز انت بتستخدم، اوتيليز انت بتستخدم بور اكرير عشان نكتب اي جزء نحن نستخدم عشان نكتب. ممكن هنا نحط اون بدل تو، يبقى اي جزء اون اتليز نحن نستخدم لكي نكتب. هنقول مثلا اون اتليز لا ما، احنا بنستخدم اليد، لا ما مثلا دروات اليد اليمنى. ماشي؟ يبقى هنا عندي ثلاث ادوات استفهام. الاساسي ان انت يا شباب تبقى عارف معنى ادوات الاستفهام، نمره واحد تبقى عارف معناها. يلا بقى نحل شويه تمارين على النقطه دي. السؤال اللي قدامنا ده يا شباب على ادوات الاستفهام بيقول ايه رنا، ايه رنا؟ يبقى هنقول له ايه كومو، كومو ايه رنا يعني كيف تكون رنا، اوصفها لي يعني. تو فالو جور دي كونجا، دي كونجي يعني انت تذهب يوم العطله. هتقول له ايه اين، او بارتي دو كور عايز اقول اي جزء من اجزاء الجسم انت تستخدم لكي تكتب. كلمه بارتي دي مفرد مؤنث يبقى نختار كل. اي لا كولير، كالي لو كولير يعني ما هو لون عينيك، عينيه. اي تون جراند بير، كومو وصف لي جدك. ماتير ام تو، ماتير دي مفرد مؤنث فناخد كل ماتير اي ماده تحب انت. فوزافي مال، انت لديك الم، اين، اين انت لديك الم. تو اكري افيك نوات ما، كلمه ما مفرد مؤنث هناخد كل، انت بتكتب باي يد معناها كده. تو امل، انت لديك الم يبقى اين، او. اي تون كوبا، كومو كيف يكون صديقك. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا قواعد الدرس ده يا شباب بحل التمارين اللي عليه، وان شاء الله الفيديو القادم هيكون عن حل، عن هيكون عن المواقف والمقال ان شاء الله. انتظرونا ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.